شو صار معك؟ ما في حدا بالبيت. غريب، وين معقول يكون أخدها؟ منروح على المصنع مطرح ما بيشتغل؟ بالمصنع ما فينا نعمل معه شيء، خلينا ننطره ليرجع لهون. ما بقى انطر ولا دقيقة، على القليل نروح نتأكد إذا كان بسام بشغله، إذا كان موجود ساعتها بنرجع لهون وبنمشي بخطوتنا. طالما هو ما بيعرفنا ما في مشكلة، منروح بنقابله ونحكيه بشغل، وما ضروري نفتح له موضوع سارة. يلا بلا ما نضيع وقت. سارة؟ كنت هلأ رح أتصل فيك بلك تجي لعندي، بس لهلأ لصحيت من الحادث. كيف عملت الحادث؟ أنا مش فايقة عشي هلأ، بس عم بخبرك. شو بدي خبرك؟ كل شي صار فجأة وما لقينا حالنا إلا تحت الطريق. يعني لو ما روح لعندك على المكتب ما كنت عرفت يلي صار فيكم، لأنه بالأساس كنت رايحة أسأل عن رانيا وجاد، اختفيت وبعد لهلأ ما عرفنا وينها، فقلت يمكن يكون جاد عارف وينها. روقي وارتاحي، يلا بخبرك شو صار معنا ومع جاد. مرحبا. أهلا. كيف ممكن نشوف الأستاذ بسام حبيب؟ الأستاذ ما إجا اليوم على الشغل، عاوزينه ضروري. وين ممكن يكون؟ بدك تسأل الإدارة بفوتوك أكتر مني. تعا بكرة، ما بقى في حدا اليوم. طيب شكرا. بدي أمرك. شو هالحصورة يلي ما عم لاقي لها حل؟ ما في عنا حل إلا نشوف بالمستشفيات بقى. معقولة إدارة ما بتعرف وين المدير؟ ما المشكلة إنه إدارة مسكرة. هيدا كل اللي صار معنا. من وقت اللي صار معنا الحادث ما عدنا عرفنا شي لا عن جاد ولا عن رانيا، بس أكيد هلا بيكونوا صاروا عند خاله بالمزرعة. معك رقمه بالمزرعة؟ بس لنتأكد إذا وصلوا. هن هربوا، ما بدون حدا يعرف وين هربانين. أنا عندي شك إنه وليد كان عارف إنه رانيا عن جاد، يعني معقول يكون عامل لهم شي مصيبة وما حدا منهم وصل على المزرعة؟ شغلتي لي بالي هلا، لازم اتصل بيوسف. ما بعتقد وليد عارف إنه بدهم يهربوا سوا، لأنه دارسين خطوطهم ومنتبهين كتير منيح. بعتقد بيكونوا بالمزرعة. يا رب دخلك يكونوا هنيك، لأنه أرابيا رح تجن. ما معها حق رانيا تعمل هيك، على القليل تطمنا. يلي بيشوف أرابيا بيقول إنه رانيا ماتت. لما يوصلوا على لبنان أكيد رح يتصلوا فيها، طالما هني بعد ما سافروا ما بدون حدا يعرف وينهم. وبتمنى عليكي ما تقولي وينهم قبل ما يسافروا. أنا بوعدك ما رح أقول، بس بترجيك تتصل وتتأكد إذا رانيا مع جاد. مجرد سؤال، ما بدي أكتر من هيك. أوكي راح أتصل فيهم. ألو، بقدر أحكي مع يوسف؟ يوسف مش هون، بتحب قله شي؟ لا لا، بس كان بدي أحكي مع جاد. مين معي؟ بسام حبيب، صاحب جاد ويوسف، عرفتيني؟ أهلا أستاذ بسام، جاد بالمستشفى ويوسف معه. بالمستشفى؟ ليش هو؟ بصراحة عامل مشكل ومقوس. مقوس؟ بس الحمد لله مرقت على سلامة، ما عاد عليه خطر. ورانيا؟ وين رانيا؟ مين رانيا؟ هو وحده هون. سمعت جاد عم بيردد اسمه ويسأل عنا، بس احنا ما بنعرف عنا شي. طيب ست نوال، الحمد لله على سلامته، برجع بتصل اطمن عنه بخاطري. الله معك. اذا جاد منصاب ورانيا مش معه، وين معقول تكون؟ بدك تسألي وليد شاعر. معقول يكون عامل شي لرانيا؟ قتلها مثلا؟ كل شي وارد. هيدا مجنون. بفهم انه يجرب يقتل جاد، بس كيف ممكن يقتل انسان بحبه؟ هيدا ما بيعرف يحب، هيدا بلا قلب. لازم روح شوفه، لازم اعرف شو صار برانيا.
عبير، مش لازم تخلي حدا يعرف وين جاد. مش بعيد يكونوا جماعة وليد ورا الحادث اللي صار معنا. قولي كانوا مراقبيننا كل هالوقت ونحن ما معنا خبر؟ ما في غير هيك. بعد المشكلة اللي صار بيناتنا ما بستبعد يكونوا حاقدين علي أنا كمان. شو معقول يكون وليد عمل برانيا؟ ما بعرف واحد مجرم مثل هيدا شو معقول يعمل. ألو؟ مش مرتاحة لهالقصة من الأول للآخر. ما بعرف كيف بدي واجه وليد وأعرف الحقيقة. مش بسهولة وليد رح يكشف هيك حقيقة. أوكي. إدارة المستشفى بدها باسبورك لتخلص المعاملات. وين باسبورك؟ بالأوتيل. ما في لزوم للباسبور. أنا بعرف المسؤول هون ورح أهتم بالموضوع. يلا باي. والله ما بعرف شو بدنا نقول له للشيخ فواز. ضايع وراسي مش عم بفهم. قل له أجلنا العملية كم يوم بس كله ماشي تمام. إذا اتصل على الأوتيل وما لقى سارة وسألنا عنها شو بنقول له؟ راحت سياحة مع أصحابها. ما ضل اخترع له شيء لكن عرفنا وينها. فكرك رح يصدقنا؟ ما رح يطمن إلا ما يحكي مع بنته. بنقول له ما معنا رقمها بس ترجع بتتصل فيك. أيوة بهون بيطلع أخواته، كيف بدها ترجع تروح وحدها؟ بكل الحالات في مشكل معه. طيب شو رأيك نخبره الحقيقة وشو ما صار يصير؟ إيه هلأ بدها. أيوة خبره الحقيقة ونقول له ما بنعرف وين سارة. إيه والله ما بتلحق تقول له هالشي حتى تلاقي بكرة كل بيت الصايغ بمطار كازابلانكا. ما خلينا مطرح ما فتشناه، اختفت وما لقيناها. كيف يعني؟ انشقت الأرض وبلعتها؟ إذا بدك بنعمل برمة تانية، يمكن لقيها. عم تسألني إذا بدي؟ ما ترجع إذا رانيا مش معك. صار شي بالنسبة لموضوع جاد؟ ما ريت شي بالجرايد. الهيئة بعد ما اكتشفوا الجثة. على الحالتين بتطلعوا على بيته بتشوفوا شو الأجواء، بدون ما أي حدا يحس عليكم. أوكي. الو استاذ، ست عبير هون وبدها تشوفك. خليها تفوت. يا رب ترد لي رانيا سالمه ما بها شيء وتريح لي بالي يا رب. انك تحب رانيا وهي تحبك شيء، وانك تحاول تقتلها لانه ما بدها اياك شي تاني. انا ما حاولت اقتلها، هي هربت لما التقيت فيها جاي بعد نص ليل لعند جاد صاحبها. هي هربت بس جاد شو عملت فيه؟ يلي لازم ينعمل. كبه راس وتحداني، اتنيناتهم غلطوا معي ونالوا يلي بيستحقوه. انت مين حتى تجازي الناس بهالطريقه؟ قلتلك غلطوا بحقي. القتل ما بيصلح الغلط. اذا صار له شي رانيا او صار له شي جاد بتكون قتلت روحين ذنبهم انه حبوا بعضهم. بخاطرك يا قوي. اللي حكيناه بضل بيناتنا، ما بدي حدا يعرفه. اي كلمة بتطلع منك انت مسؤولة عنها. عم تهددني؟ عم فهمك. اذا فكرك اللي عملته ما حدا معه خبره بتكون غلطان. شو قصدك؟ قصدي ما في جريمة ما بتبين بعدين. يا صنامي لا، كله إلا أنك مد إيدك على مرتك. يا عيب الشوم على الرجال. الحق علي،
تركت عائلتي وتركت ابني كرماله، فكرته بحبني وبيحترمني، طلع محتال ونصاب. روقي ولا يهمك، الله كبير وما بصح إلا الصحيح. ليش عمل معي هيك يا منصور؟ أنا شو عملت معه عادل؟ سلمته رزقي، سلمته رقبتي، تجوزته وعملته بشر. أنا هيك بتكافى يا منصور. على الأصل دور يا ست سنة، على الأصل دور، مش هيك بيقول المثل؟ إيه بيقول المثل كمان، يا بادر غزلانك بقرود. الله يرحمك يا أبو جاد. الله يرحمك يا أبو جاد، كان شيخ الشباب. ما بدي زيد على قلبك، بس ما حدا بهالحي كان مع هالجازي. ماما اتركها تحكي يا منصور، اتركها. شو فكرك أنا مش عارفة؟ بسيطة، كل الناس بتغلط، أنت مش أول العالم ولا آخره، هونية بتهون. ولكن اللي قهرني إنه رضينا بالشريشيح والشريشيح ما رضيوا فينا. إذا بغيابي حاولت تدعس هون تشحطوها لبرا. إذا أنت قبلت إنها ترجع تدعس هون، لا أنا أمك ولا بعرفك. خلصنا منها ومن سيرتها. إذا بقى ترجع تعمل لي خادمة ما بقى رح أرضى. يقطعها ويقطع سيرتها. روح أمي، روح طلقها وتجوز وجيب لنا ولد نفرح فيه. طعمرا إن شاء الله. دخيلك. بالقليل صاروا الاولاد يقدروا ياخدوا راحتهم. اف شو لكان؟ يي شحتوني من بيتي يا منصور، شحتوني من بيتي، اخذوا لي رزقي ورزق ابني وشردوني. هيدا البيت بيتك، بتضلك هون للوقت اللي بتريدي. انا عندي بنتين وانت التالتة، ما تحملي تقلي، نحن برا وانت جوا. الله يخلي البيت واصحابه. بكل حال ما رح تقل عليكم، بكره بشوف شو بعمل. عجيب هالحكي يا ست سنة، ولو نيت لبعضها كيف الأهل يلي مثلنا؟ الله يديمكم. ليك يا بنتي، تقلتك على الأرض واللقمة منقسمها سبع. يا شماتة أهل أبو جاد فيه، وين بدي حط راسي منه؟ من الواجب تتصلي بجاد وتخبري شو صار معك. ليش جاد عم يقبل يحكي معي؟ كم مرة صرت متصلة فيه بسكر الخط بوجهي. بكرة بيرضى، ما اسمك إلا أمه، بكرة هو بيتصل فيك. فكرك لو اتصل رح خبره، مش أنا اللي بحط ابني بوجه جوزي. مين بيعرف سامي شو ممكن يعمل فيه؟ هاي ماما. أهلين يا طوبر. يا ماما، ولو ما في ولا مرة فت على هالبيت إلا ما لقيتك عم تبكي، ليه عم تعملي بحالك هيك؟ مشتاقة لخيك يا طوبرني، قلبي عم يغلي مثل النار عليه، ضلني فكر فيه يا ماما، خايفة عليه، ما بتمر لحظة لما بفكر فيه. يا ماما بسام هونيك ما عليه خطر، وعم نحكي ونطمن عليه، ليه عم تقهري حالك وتقهريني عليكي؟ ما بعرف يا ماما، حاسة إنه قلبي أثبت. أنا خايفة على خيك ما يكون بإشي، أنا مش مرتاحة، مش مرتاحة. هدي دقي له، طمن عليه وارتاحي وريحيني. عم بتصل فيه يا ماما، ما حدا عم بيجاوب. بيكون شي اجتماع مسكر خطه،
بنفس الوقت انت عم تدقي له على البيت. ما هو بالاجتماع كيف بده يرد؟ تأخرت عليكي، غيرت تيابي وجيت بسرعة. شو جايب؟ خبز مرقوق مع لبنة وشوية منقيش، مشان لما تاكليهم بلبنان تتذكريني. بسام. نعم. أنا ما بستاهل كل اللي عم تعمله معي. ليه عم تقولي هيك؟ لأنه النهاية بيناتنا ما راح تكون سعيدة. بس البداية سعيدة لو ما صار معنا هالحادث. ما حدا بيعرف شو ممكن يصير بعد. شو ما بده يصير يصير، ما فرقني معي. المهم انت حدي وانا عم شوفك كل يوم حتى لو بالمستشفى. احساسي انه صرتي مسؤوليتي وقدرك انه خلصك من الموت حتى ما تعودي تنسيني بحياتك. وقدرك اني اختك على الموت وما رح تعود تنساني حتى بموتك. يلا يلا شد همتك شد همتك يلا. يومين وبناخدك على البيت يلا. مجرد تحكي مع رانيا؟ بعده خطة مسكر. ما عرفت عنا شيء؟ نسيت قلك، اتصل بسام حبيبي وسألني عنك وعن رانيا إذا موجودة معك. ولا ما خبرتيني، ليه ما قلتي لي؟ والله يا حبيبي نسيت وراح عن بالي، بس لما سألني عن رانيا قلت له ما بعرف عنا شيء. خلاص قعدوني واتصل لي ببسام اذا بتريد. رؤيا خلي روح هلا بتصل فيه. اقعد اقعد. لم اعد داريا الى اين اذهب، كل يوم احس انك اقرب، كل يوم يصير وجهك جزءا من حياتي ويصبح العمر اخصب، وتصير الاشكال اجمل شكلا، وتصير الأشياء أحنى وأطيب. قد تسربت في مسامات جلدي مثلما قطرة الندى تتسرب. كم أنا أحبك حتى أن نفسي من نفسها تتعجب. يسكن الشعر في حدائق عينيك، فلولا عيناك لا شعر يكتب. ما عم برد لا على السيلولار ولا بالبيت. لازم اعرف شي عن رانيا، لازم ارجع لهونيك. بالاول لازم تصح وترجع لك عافيتك. رانيا موجوده وقت اللي كان فينا نروح لعندها. خايف يكون صاير له شي، والا ليه عم يسالوا عنا هون؟ طول بالك يا خالي طول بالك، الخبر اللي مش منيح بيوصل دغري. قلبي حسسني انه صاير له شي، والا كانت اتصلت فيه او لحقتني لهون. هي عارفه ان احنا وين كنا جايين. ما تلوم الغايب لا يحضر. بكرة الصبح منتصل ببسام على المعمل ومنعرف منه كل شيء. أنا بعد فيه أنطر لبكرة، كل دقيقة عم تمرق من دون ما أعرف شيء عن رانيا عم تزيد من وجعي وقهري. يا خالي كل ما عم يشوفك هيك عم نتألم معك ونتوجع. بكرة بس تطلع من هون بالسلامة أنا بياخدك لعندها بإيدي. مبسوط هيك؟ مشغول بالي وما في شيء بيريحني إلا ما أحكي مع بسام وأعرف منه كل شيء بالتفصيل. رح ضل حاول أطلبه حتى يرد. ما حدا عم برد بالبيت. كيف ما اخذت رقم المستشفى انا؟ اول ما تطلع من هون لازم اروح اطمن على جد. روح لعنده، بعتقد انا صرت منيحه ومش لازم ابقى بالمستشفى اكثر من هيك. شو بيقول الحكيم بنعمل؟ اليوم بكره بعد شهر انا باقي حدك. ما اتصلت عبير ولا رجعت طمنتنا على رانيا. يمكن لهالسبب عم بتردد اني روح شوف جاد، لاني ما بعرف مصير رانيا. اذا سالني عنها شو بدي اقول له؟ اتصل بعبير واساله. لو عرفت شي كانت هي اتصلت. انا كمان لازم احكي مع اهلي على لبنان. اعطيني الرقم انا بطلب لك اياه هون. لا ما عليه،
بعدين تعبانة وما قادرة أحكي معهم وما بدي أشغلهم بالهم. خلص لما صير منيحة أنا بدي أقلهم. روحت علي فرصة أتعرف عليهم. بدو يجي نهار تتعرف عليهم مش على التليفون شخصياً. المفروض حدا يتصل فينا تنعرف شو اللي صار. يمكن بعدهم بالبحر، كيف بده يتصلوا فينا؟ ولو ما وقفوا على شمينا؟ حدا منهم كلف خاطره يتصل فينا؟ يا شيخ فواز روق، هن قدروا اتصلوا وما اتصلوا. طيب نحن كيف بدنا نعرف انهم طلعوا بالبحر؟ شو اللي بأكدنا؟ طيب بلكي صار معهم شيء وبقوا هونيك. معك حق، خلينا نحن نتصل فيهم لنعرف اذا بعدهم هونيك ولا لا. اعطيني التليفون. شو بك عمي؟ شايفك شارد لك يومين ثلاثة. عم فكر بسارة بنت فواز. ليه بده يخفيها بيا؟ شو السبب حتى اخبارها مقطوعه بالمره؟ اعطيني كم يوم ما تلاقيني الا جايب لك وين خفينه. من وقت ما سالنا وعرفنا انها برات الضيعه وراسي عم يشتغل. ويوم بعد يوم عم حلل. وخايف انه يكون صحيح يلي عم فكر فيه. شو يلي خايف منه؟ يكونوا بعتوها ورا بسام تتفق مع كم ازعر هونيك وروحوا. ما لقيت الا بيت الصايغ يبعتوا بنت ورا بسام. ومين؟ بنت فواز؟ بعيد شوي الفكره عمي، مش هيك بيفكروا ولا هيك راسهم بيفرز. اللي مخوفني انه فواز ما عم بسمع ولا كلمه عنه، وكل بيت الصايغ هادين لا حركي ولا شي بدل انه رح يردوا علينا. اي هولي بعد اللي صار فيهم بدهم سنه ليوعوا من الصدمه. لا يا سلام، لا يا عمي، ما بيخوفني الا السكوت، لانه اوقات بيكون جاي ورا عاصفي. سارة مش بالأوتيل. يعني العملية مش قلبي مش مرتاح. طلب فاروق عواد لنشوف. ما هني المفروض يطلعوا معه. طلبهم لنشوف إذا بعدهم هونيك أو مشوا. هلأ فواز رد علي. شو بك؟ شو بدي اقول له؟ قل له انه كل شيء ماشي تمام. الو فاروق. اهلا خال، كيفك؟ ان شاء الله منيح. منيح نشكر الله. شو مبين بعدكم هونيك؟ اجلنا كم يوم العمليه. ليش صار معكم شيء؟ صار شيء من ناحيه بسام حبيب؟ لا خال، كل شيء ماشي حسب الخطه، بس المركب مأخر شوي. يعني في شيء بيشغل البال؟ اطمن اطمن خال. شو اخبار ساره؟ تلفت لها ما لقيتها بالاوتيل. ديروا بالكم عليها، انتبهوا لها منيح. اوكي ولا همك خال. يلا جهلوا خلصوا الموضوع بقى وما بقى تتاخروا. بدكم شيء من هون؟ لا ابدا. فاذا انا ناطر اتصالكم خاطركم. سلموا لي على ساره. وصل. وانت سلم على الجميع. شو صار حتى أجروا العملية؟ مش عم بيقدروا يتحكموا بوقت المركب. كان لازم تسألهم عن كل شيء شو صار معهم بالتفاصيل. ما بدي كتر عليهم سؤالات، خليهم يشتغلوا على مهلهم. المهم النتيجة. مش لازم يتأخروا كتير، أحسن ما تبلش النار تلعب بعبة حبيب. شو بدنا نقول له بعدين إذا كان سارة صاير لها شيء؟ والله ما بعرف ما بعرف. قوم لنروح نشوفها بالأوتيل. بس المصيبة إذا ما لقيناها بالأوتيل. عبير صاحبتها عبير ما
ماشي لعند عبير. بس ما عندنا لا تليفون ولا عنوان بيتها. لكن نروح لننطر بالاوتيل، لكن صار وقت شغله عند ارابيا. بعد عنا اعصاب ننطر لليل. طيب بهالوقت رحنا ندور عليها بالمستشفيات. خلينا ننطر عبير، اذا ما معها خبر شيء ما عندنا الا هالحل. لكن روح لنروح على الاوتيل، يمكن تكون ساره رجعت. يا ريت اذا بتكون رجعت، بتكون وفرت علينا قهر وتفكير. يا عبير شو عم تعمل هون؟ ما بعرف. قوم لنلحق ونسألها عن سارة عاشي. قوم معقول تكون سارة عم تقضي كم يوم عندها؟ معقول كتير، بس إذا سارة عندها هي شو عم تعمل هون؟ هلا بنسألها. الدكتور قال لي انه من بكره صار فيكي تضاري بالمستشفى. قال لي امبارحه انه ما بقى في شيء بيشغل البال. صوره السكانر طلعت نظيفه ما فيها شيء، وصوره الصدر والفحوصات كلها جيده جدا. جرام ميرسي لك، لانك بقيت حدي وما تركتني. الله يرحمك يا خطار الصايع. كنا كل ما نلتقي مع بعضنا يقول لي جرام ميرسي بسام. لانه بعد كل اللي صار بين عيالنا بقينا اصحاب. عواد الصايف، خي فاروق. تشرفنا. بحضرتك. سارة بالمستشفى. عاملة حادث صغير ويمكن بكرة تطلع. عاملة حادث؟ وصار لها شيء؟ لا الحمد لله، صارت منيحة. لكن لنروح نطمن عنها. بالإذن. تفضلوا. من الأساس كان لازم نرم عليها بالمستشفيات. ضاعت ولقيناها، ما بدنا نلوم حالنا، شكر ربك إنه أخيراً عرفنا وينها. بدي أشكر ربي 100 مرة كمان. لانه لو ما رجعنا على الاوتيل وشفنا عبير كانت طلعت ساره من المستشفى ونحن عم نبرم عليها. الو، ايه مرحبا يوسف، بسام معك. اهلا استاذ. شو كيف صار جاد؟ بعده بالمستشفى. تحسن او بعده تعبان؟ لا كتير منيح، ويمكن بكره ننقله لهون على البيت. طيب قل له انه اتصلت وان الله رعد بكره بكون عنده. اهلا وسهلا فيك. يوسف، عرفتوا شي عن رانيا؟ نحن بدنا نسالك عنها. جاد صار له يومين عم يتصل فيك وما حدا عم يرد. ما كنت بالبيت ولا بالشغل. خلص بنلتقي وبنحكي. الله يخليك، اسال عن رانيا. جاد مشغول باله كتير عليها. إن شاء الله بكرة بنكون عرفنا شيء. ناطرين على بكرة. الله رات. هذا كل اللي صار. أغلب الظن شباب وليد الشاعر هن اللي كانوا لحقينا. بس نحن متفقين مع وليد الشاعر على العملية. ما معه خبر إنه سارة بتخصنا. وعرف وليد مين بدنا نخطف؟ عرف ببسام؟ عرف إنه بدنا ناخذ واحد على لبنان. بعدين قلت لك هالشيء، ليه ما عم تصدقيني؟ لأني ما بأمن لوليد. عطيناه اللي بده إياه، وصدقيني الباقي ما بيهمه. هلا شو بدك نعمل؟ بيك مشغول باله عليكي. وأنتو شو قلتوا له؟ قلنا له كل شيء ماشي حسب الخطة المرسومة، والتأخير بسبب الباخرة. أنا بكره بحكي وبطمنه. كان لازم تتصلي فينا، خربنا الأرض نحن عم ندور عليكي. ما قدرت أتصل بحدا، ما كنت قادرة. وأمتى أنت بدك تطلعي من المستشفى؟ بكره إذا الله راد. شو عملتوا مع الكابتن؟ زبطناها معه، بس ما عاد فينا نتأخر أكثر من هيك.
كم يوم تقدر تبقى الباخره؟ يومين او ثلاثه مش اكثر. يعني اول ما اطلع من المستشفى لازم نفذ المهمه. المهم انت تطلعي بالسلامه ونحن بنكون ناطرينك. نحن هلا رح نمشي، اذا عاد جد شي معك اتصلي فينا. مرحبا. اهلا بسام. بعتذر، ما كنت عارف عندك ناس جايين يزوروكي. ما حدا غريب، فاروق وعواد قريبيني. بسام حبيبي تشرفنا. حكيتنا عنك ساره، كنا حابين نتعرف عليك بغير ظروف. وانا تشرفت بمعرفتكم، واكيد لما تطلع ساره من المستشفى بنرجع بنلتقي. اكيد رح نرجع نلتقي. تفضل. شو طمني يا حكيم؟ هلا صار في رجع البيت، يومين زمان بيصير يتحرك ويمشي. سمعت شو الحكيم، يلا شد همتك. يعني حكيم بعد يومين بيصير فيه يروح واجي؟ لا لا مش لابد، يلزمك وقت اكثر، ممنوع تعمل مجهود كبير. شوية بشوية على الاقل يلتئم الجرح. انا بتشكرك يا حكيم، الله يخلي لنا اياك. مع السلامة. مع السلامة. الله معكم. خلي لنا اياك، شكرا على كل شيء عملته يا حكيم. مع السلامة. وانا بدي اشكرك يا احسن خال بالدنيا. هيدا واجبي يا حبيب قلبي. انا مش خالك وبس، انت ابني. بعمري ما حسيناك انا ونوال غير هيك. نوال والله ما بعرف كيف بدك فيها. بتكافيها بس تبعد عن المشاكل وما تشغلها بال عليك. انا بهرب من المشاكل والمشاكل بتلحقني. هالمره اذا المشاكل لحقتك اهرب منها على القليل كرمالنا. مش قبل ما اعرف شو صار برانيا. صاركم زمان بهالبلاد؟ ايه زمان. اكيد بتشتغلوا شحن وتخليص بضاعة. شو عرفك انه هيدا شغلنا؟ لما سارة كانت غايبة عن الوعي سمعتها عم تهزي وتقول فاروق عواد المركب بسام معي. هلا فهمت ليه كانت عم تقول هيك. كانوا الشباب عازميننا على درينك على البوت اللي عندهم، بس لسوء الحظ صار الحادث معنا. بعد العزيمة مفتوحة، المهم خلصتي بالسلامة. تشرفنا استاذ بسام. وانا كمان تشرفت بمعرفتكم. سارة لما بتصيري منيحة ناطرينك انت والاستاذ، بس لما تاخديه معك نزعل. وعد بنكون عندكم بأقرب وقت، مش هيك بسام؟ فيي اقول لا؟ انتبهي على حالي. باي باي. انا معكم. ما حدا بيعرف قديه أنا فرحانة ومبسوطة إني رجعت شفت جاد بهالبيت. الله يخلي لي إياك نوال. تفضل. فضلك علي ما رح أنساه أبداً. أوعى أسمع منك هالكلام، هيدا الغربة بيحكوه مش واحد من البيت. أنا بعتبر حالي إني خسرت أمي وأنت محلها. محل الأم ما في حدا يا جاد، ولو إنه نوال بتحبك مثل ابنها، بس ما بدي إياك تنسى أمك اللي ربتك وكبرتك. وأنا بعرف غيابك شو بكون عامل فيها. معه حق خالك، يدل عليها عغيابك بتكون النار شعلانة بقلبها. قلبها مش نار عغيابي، قلبها مولع نار الحب ومشترك مطرح لغير نار. لا يا جاد لا، هيدا بالنهاية قلب أم. يمكن أختي سنة غلطت، بس نحن كمان غلطنا، لأنه ما عدنا سألنا عنها ومين بيعرف شو صاير فيها. جاي يشوف إذا نمتي.
لأطمن عليك. لين بده يجيني النوم يا أم منصور؟ أنا مشردة لعند العالم والناس مستحلين بيتي بالغدر والخيانة والاحتيال. يومين زمان وبترجع الأمور لمجرية، ولو رح يطاوعوا ضمير ويخليكي برات بيتي. شو ما كان بالنهاية انت مرته. قطيع، وين كرامته؟ لو كان عنده كرامة ما كان بيعمل في هيك. لو كان سئلان عني ما كان بيتركني نام دقيقة برات البيت. تأخرت كتير يا أم منصور، تعرف انه تجوزني تيستولي على كل شي بملكه. بس في الله. يمهل ولا يهمل، مش رح زيد على قلبك، بكفي اللي سمعتيه مني. جربي تنامي وترتاحي وتأملي ببكره، ما حدا بيعرف شو مخبيله. يلا تصبحي على خير. انت من الاخر. ليه راحت لعنده؟ ليه عملت هيك مع اني نبهتها؟ ليه يا رابية؟ ليه؟ لأنها وحدة صاحبت الحق على قلبها وحياتها، مطرح ما نديها الحب لحقته. وأنا كمان حبيتها. أنت ما حبيتها، أنت أذيتها. ما كان بدي أذيها، ما كان بدي تهرب. أنت خليتها تهرب، وأنت لازم تلاقيها. تهرب يوم يومين اسبوع شهر، بعدين بدي الاقيها. وين بدها تروح؟ على القليله اعرف وينها. كل دقيقه عم تمرق عم بزيد خوفي انها تكون عامله بحالها شيء. شو بدها تعمل يعني؟ تنتحر مثلا؟ هيدا رابع المستحيلات، لانه رانيا بتحب نفسها اكثر من اي شيء تاني. ما بتعرف الخوف شو ممكن يعمل بالانسان اذا ما رجعت، لانها خايفه انك تاذيها. مع اني عم دور عليها وبدي اياها ترجع، بس في الوقت ذاته مش رح سامحها على اللي عملته معي.